هنروح لخدمة من خدمات هذا الصباح، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء. وإليكم درجات الحرارة ببعض المحافظات. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل عن الظواهر الجوية المتوقعة النهاردة من دكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور منار. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أخبار التوقعات الخاصة باليوم عاملة إزاي؟ الظواهر الجوية المختلفة، درجات الحرارة وغيرها من الظواهر. احنا طبعا يمكن حذرنا من نهاية الاسبوع الماضي من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. اليوم مكمل معانا ارتفاع قيم درجات الحرارة اعلى من المعدل الطبيعي المستهد للوقت من العام بحوالي 4 إلى 5 درجات، لان احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية. الكتل دي مرتفعة في قيم درجات حرارتها خلال فترة النهار، وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، فبيساعد ان احنا نحس بالاجواء المستقرة الدافية بشكل كبير خلال فترة النهار في معظم المحافظات. سعداء بهذا، يعني بهذا الارتفاع في درجات الحرارة، ويا رب يطول قدر الامكان يا دكتور منار. مش متضايقين، هو مكمل معانا كمان بكره الحد ان شاء الله، مستمرين في الارتفاع ده لحد يوم الحد، وغدا ان شاء الله عظمى على القاهره كمان هتكون 25 درجه مئويه واجواء مستقره فتره النهار بشكل كبير. فترات الليل اللي بناكد عليها ان ما زالت فترات الليل فيها انخفاض في قيم درجات الحراره، خاصه في فتره الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، اجواء من بارده لشديده البروده، احيانا فرق درجات الحراره بيتجاوز ال10 او ال15 درجه مئويه بين النهار والليل، فده بنأكد عليه. بلاش الانخداع بأشعة الشمس والدفء وتغيير نوعية الملابس بشكل كبير، لأن فترات الليل فيها برودة، وخاصة محافظات الصعيد اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة. وكمان بننوه إن احنا عندنا انخفاضات في قيم درجات الحرارة من يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله، هيكون في تأثير لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. هنبدأ بعض التقلبات الجوية، أهمها انخفاض قيم درجات الحرارة، نشاط الرياح وأمطار هتكون متفاوتة الشدة في معظم محافظات شمال البلاد. لكن زي ما ذكرنا الحمد لله الطقس اليومين دول جميل، والشمس في عز الشتاء بتكون دايما ليها طعم تاني، طعم جميل كده ودافئ. بنشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل يا دكتور منار. منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، وشكرا على وجودك معنا عبر الهاتف.